مساء الخير. طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على أجواءنا بيستمر للسبت. إذن جو غائم جزئياً لبكرة. وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ مثل عادة من الشمال وعكار عم بتسجل 20 درجة، طرابلس 20، العاصمة بيروت 19 درجة وصور 20. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 18 درجة، لقلوق 7 درجات، زحلة 19 وجزين 12 درجة. نسبة رطوبة ساحلة توصل ل 80%. الريح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للجمعة والسبت جونا غائم جزئيا مستقر، وليل السبت بتتغير الأجواء مجددا لنكون على موعد مع منخفض جوي للأحد والتنين، ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 20 درجة لنهار الجمعة وبترتفع ل 22 درجة لنهار السبت. للأحد والتنين جونا متقلب غائم وماطر، ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 20 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بنشرة جديدة وبذات الوقت. تصبحوا على خير.